تبديل ميدو بعمرو زكي في نص نهائي أمم إفريقيا 2006 يعتبر واحد من أشهر الاعتراضات على التغيير في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، لدرجة أنها أصبحت مسار سخرية في الأفلام والمسلسلات المصرية. ورغم كده هي ما كانتش أول مرة بينهم. ميدو حكى قبل كده إن كان في مشاكل كتير مع حسن شحاتة قبل بطولة أمم إفريقيا، لدرجة إن كان بيفكروا كلاعيبة إن هم يعملوا مؤتمر صحفي يطالبوا فيه بإقالة المعلم، فالموضوع كان تراكمات ما بين الاثنين وصلت لذروتها وقت التغيير ده. وعلى فكرة دي مش أول مرة يتخانق فيها ميدو مع حسن شحاتة. ميدو اتخانق مع المعلم قبل كده، وميدو كان وقتها عنده 14 سنة، وكان وقتها المعلم ماسك فريق الشرقية زقازيق وبيلعبوا في ماتش ويد. نرجع بقى للقطة، الدقيقة 78 والنتيجة 1-1 بين مصر والسنغال. حسن شحاتة بيطلب تبديل ميدو، ميدو وهو خارج بيعترض بشدة وبيقولش غير حسام حسن بيتدخل وبيحاول يفض الاشتباك ما بين الاثنين في الوقت اللي عمرو زكي كان بيستعد فيه للدخول. وأول ما دخل وبعدها بدقيقتين بس عرضية لتريكا، ومن أول لمسة لعمرو زكي بيسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر. ميدو اعتذر عن الواقع بعد المباراة مباشرة، والعديد من المسؤولين الكبار في الدولة تدخلوا علشان يصلحوا ما بينهم، ولكن ورغم كده حسن شحاتة رفض تواجد ميدو تماما مع الفريق في النهائي، وتواجد ميدو في المدرجات علشان يشاهد منتخب مصر وهو بيفوز باللقب في النهائي على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح.